أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. التوبة تقبل من العبد العاصي إلا في حالتين لا تقول. الحالة الأولى إذا وصل إلى حال سكرات الموت خلاص انتهى عمره عاد تقبل لنا توبة. الحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها، من علامات القيامة الكبرى طلوع الشمس من مغربها بعد يأجوج ومأجوج، فتطول تلك الليلة على الناس مقدار 3 ليالي، ويعرف طولها العباد المتهيئ ما إذا صالحين إذا ذلك الوقت، حتى إذا ملوا الليل وإذا بالشمس طلعت من المغرب سوداء مظلمة، حتى إذا وصلت إلى وسط السماء غربت وطلعت من المشرق كالعادة. فإذا شاهد الناس هذه الآية آمنوا أجمعين الكافر والعاصي، فلا تقبل التوبة من أحد. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسنا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية مرادها طلوع الشمس من مغربها، وقال وليست التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، هذا إذا ما توبه، قال حتى إذا حضر أحدهم قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار ولئيك أعتدنا عذابا أليما. وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة.